أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. وهلأ حقدم لكم طبق حلو كتير مميز، وخصوصا لشهر رمضان، وهذا هدية خاصة مني لكل أحبائي. هنعمل ترايفل بالكنافة والفراولة. خلينا نشوف مع بعض المكونات. ترايفل الكنافة بالفراولة: 4 كوب حليب، 6 ملعقة كبيرة كاستر بودرة، 4 ملعقة كبيرة سكر، 1 باكت 500 جرام كنافة، 3 كوب كريمة سائلة، نصف كوب سكر ناعم بودرة، وكمية وفيرة من الفراولة. الترايفل من الوصفات السهلة والتجهيز المسبق فيها بيبقى كتير مريح لست البيت. هحتاج كريمة، هحتاج حليب، هحتاج كنافة. خلينا نستعمل هيك كمية كبيرة من الكنافة، حوالي 500 جرام، وهحتاج كمية من الفراولة. خلينا أجيب الفراولة من الثلاجة. كتير مهم الفراولة اللي بدي أستعملها تكون باردة ومتلجة، هخليني طلعتها في آخر لحظة. ونبتدي خطوتنا الأولى، بدي أعمل كمية من الكاسترد، أو إذا حبيتوا مهلبية زي ما بتحبوا، لكن الكاسترد مع الفراولة حيبقى طعمه كتير طيب. تجهيز الكاسترد كتير بسيط وما بحتاج منه أي تعقيد. خليني هستعمل بودرة الكاسترد الجاهزة، وأحط السكر، وحضيف الحليب. باستعمال مضرب شبك خفيف مجرد أني أقلب لغاية ما أتأكد أنه الكاستر داب عندي على الآخر. هبتدي هلأ أحط الكاسرولة على النار، ومن هذه اللحظة لابد أني أنا أستمر بالتقليب، ما أوقف أبداً لغاية ما يتماسك عندي الكاسترد. وإحنا عارفين بيبقى دائماً القوام زي المهلبية، معروف شكل الكاسترد كيف بيبقى يكون. أهم شيء استمرار التقليب وبهدوء. لاحظوا كيف بقلب بهدوء بهذا الشكل لغاية ما يتماسك، ونشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. بلاحظ إنه الكاسترد ابتدى يتماسك عندي، بس لازم يوصل لمرحلة الغليان على خفيف، وزي ما عم بتشوفوا بهدوء تام جدا التقليب. هلأ الكاسترد لابد إني أنا أحطه في الثلاجة، ممكن قبل بيوم، بس ما أخليه لفترة طويلة، مش أكتر من يوم، عشان بيفصل وبتصير ميته بتطلع منه. عدة ساعات أعزائي المشاهدين، خلينا بعد هيك نشوف خطوتنا التالية. الكاستر عندي بارد وأخذ وقته بالثلاجة، بيبقى عندي بالشكل هذا. أنا حاطة قطعة من النايلون عليه عشان يبقى وشه كتير لين ما ينشف معي، بشيلها وأبتدي أعزائي المشاهدين أجهز خطوتي التالية. خطوتنا التالية تجهيز الكنافة، وهي الخطوة الممتعة جدا والسهلة جدا جدا في هذه الوصفة. هحتاج صينية قصيرة الحافة أو عريضة شوي، ما تبقى مش كتير، عشان بدي أحمص الكنافة بالفرن، فكل ما كانت قصيرة الحافة كل ما كان التحميص سهل. هاخد الكنافة وما أضيف لها أبدا أي شيء، زي ما هي، مجرد أني أنا حاول شوي شوي هيك أفتحها عن بعض بهالطريقة بهدوء، وأدخلها الفرن عشان بدي أحمصها تحميص. ممكن درجة حرارة الفرن تكون 200، وكل 10 دقائق بحاول، ممكن تلبسوا جوانتي خفيف أو بمعلقتين هيك خشب. هلأ تحاولوا تفككوهم أكتر عن بعض وتقلبوهم أكتر، هتلاحظوا إنه بس تتحمص هتتكسر عندكم، وهذا شيء طبيعي، مش هتكون طبعاً بالشكل هذا. هلأ لما تقلبوها هتقولوا لي منال صعب كتير نقلبها، وأنا معاكم، صعب إنكم تفككوها،
مجرد ما حتتحمص لاحظ كتير الحجم صار قليل جدا. لاحظوا الفرق ما بين هذا الشكل وهذا الشكل. بنخلي الكنافة تتحمص لتأخذ اللون الذهبي الجميل ويبقى هيك شكلها مقرمش ولذيذة. ونبتدي خطوتنا التالية اللي هي تجهيز الترايفل. يبقى عنا الكنافة جاهزة، خلينا أشيل هذه على جنب. الكاسترد جاهز، الفراولة جاهزة. نحتاج كمية على فكرة من الفراولة، لأن الوصفة هذه أصلاً كنافة مع فراولة. خليها جنبي والكنافة جنبي، وحبتدي هلأ أجهز بقية المكونات اللي هحتاجها اللي هو الكريمة. الكريمة أنا عندي هون الكريمة السائلة، بحتاج إني أخفقها. ومن التبس اللي بتخلي شغلنا كتير سهل في خفق الكريمة إنه الكريمة تكون باردة، إنه المضرب ممكن أحطه بالفريزر لبضع ثواني. أنا حجيبه من الفريزر هلأ، بيبقى سهل إني على طول أشتغل فيه. هو متلج، مجرد ما حطيته مع الكريمة على طول بتتماسك معاي. وهذه فكرة كتير بسيطة بتسهل عليكم الشغل. مجرد أحطه لدقائق بسيطة مش لفترة طويلة. حثبت المضرب، وعندي هون الكريمة السائلة. وحبتدي أعزائي أخفق الكريمة. وأنا بخفق الكريمة أهم نقطة عندي إنه عيني عليها، ما أنشغل بأي شيء تاني. مجرد ما أحس إنها تماسكت أو أشوف إنها تماسكت على طول أوقف المضرب. خلوا بالكم هي ممكن ثواني بسيطة ألاقي الكريمة فرطت، فعيننا دائما عليها. قبل ما تتماسك عندي الكريمة على الآخر، إذا حبيته هاي المرحلة اللي بقدر أضيف فيها السكر الناعم البودرة. إذا حبيته إضافة السكر، أو إذا ما إلكم رغبة ممكن، يعني إذا الفراولة عندي محلية بيمشي الحال. يمكن ساعات الفراولة بتكون حامضة، فأنا ما أضفت كمية كبيرة من السكر. وأستمر في الخفق. أعزائي الكريمة أصبحت عندي جاهزة، وأبتدي أشوف خطوتي التالية. هلأ هحتاج طبق مناسب للترايفل. تختاروا أي طبق موجود عندكم، يفضل إنه يكون طبق شفاف عشان يبقى شكل الترايفل باين وبيبقى فاتح للنفس. الشكل يعني كتير له دور في هذه الوصفة بالذات. هحتاج كاتينج بورد أخليها جنبي، والفراولة، الكاسترد، كل إشي صار موجود جنبي جاهز. خليني أشيل طبق هذا من هون. تبقى الخطوات عندي سهلة. ببتدي هلأ أحط شوية كنافة. ما في عندي نظام معين لهذه الوصفة، حسب ما أنتوا بتحبوا. حط شوية كنافة. حبتدي أقطع شوية فراولة. طبعاً إذا الأطفال بيحبوا يشاركوا معاكم في تجهيز هذه الوصفة هتبقى كتير رائعة. يفضل إنه نختار فراولة ناضجة مستوية كتير وحمرة عشان فعلاً الطعم يبقى رائع. هوزع حبات الفراولة بهذا الشكل، وبعد هيك هاخد شوي من الكاسترد. نقدر نصب هيك كمية بهذا الشكل، مش كل المقدار، حوالي نص المقدار بهالطريقة. هخليه جنبي، نوزعهم بهالشكل. ممكن تعملوها على شكل كاسات صغيرة على فكرة، أو أطباق صغيرة برضو بتبقى كتير رائعة.
ناخد تاني شوية كنافة وبرضو كمية وفيرة من الفراولة. يمكن يخطر على بالكم انكم تشكلوا الفواكه اللي بتستعملوها، فراولة، أناناس، كيوي، كرز، برضو بيمشي الحال. إذا عندكم الفواكه اللي بتبقى معلبة بتقدروا تستعملوها كمان. يعني هاي الوصفة فيها ابتكار على حسب انتوا ايش رغبتكم وايش بتحبوا. الفكرة فيها انه نقدم الكنافة بشكل مختلف وطعم طيب جدا. برضو حوزع الفراولة طبقة تانية من الكاسترد. طبعا الكاسترد هلأ مع طعم الفراولة والكنافة هيك هيندمجوا مع بعض بشكل رائع. ناخد شوية كنافة كمان الحلو في وصفات الترايفل انه التجهيز المسبق بيبقى كتير مريح لست البيت. زي ما شفنا ممكن اكون عاملة الكاسترد قبل بوقت، الكنافة محمصاها حطاها في المطبخ على الكاونتر، ما في داعي نحطها بالتلاجة. وقت اللي بدي مجرد اني انا بجهز الترايفل على طول الوقت اللي بدي اكله. وممكن اخليه حتى اذا حبيتوا تجهزوا وتخلوه بالثلاجة برضو لمدة ساعتين ثلاثة بيبقى طعمه أطيب وأطيب. حابة أمليها فراولة يبقى هيك الكمية أكتر وأكتر. حبتدي هلأ أوزع بقية الكاسترد كل المقدار. نرجع برضو طبقة تانية من الفراولة. هخلي كم حبة فراولة بيبقى كتير شكلهم حلو للتقديم النهائي أو التزيين، مش هضيف كل الكمية هلأ، بس خلينا نحط كم واحدة برضو بهذا الشكل. المنظر ابتدى يبقى أحلى وأحلى. خليني أنشف إيدي شوي. ناخد برضو شوية كنافة. اوكي. هبتدي هلا أوزع الكريمة.
هوزع كمية من الكريمة، وبرضو هبتدي أوزع عليها كمية من الكنافة. شوفوا هالشكل الجميل، أكيد فتح نفسكم إنكم تجربوها وتستمتعوا بهالطعم الرائع. طبعا كل الكاونتر صار عندي كنافة بس عادي. أعزائي المشاهدين، هلأ بخليها في الثلاجة لمدة ساعة ونشوف بعد هيك الشكل النهائي. الترايفل هلأ أصبح عندي بارد، خليته في الثلاجة لوقت كافي، جاهز للتقديم. بس زي ما قلنا، إضافة اللمسات الأخيرة أو التقديم الأخير، بضيف أنصاف من الفراولة لمزيد من طعم الفراولة، وبرضو بيعطيني شكل كتير حلو. ممكن الأطفال أطلب منهم يحطوا لي حبات الفراولة هذه، بيحسوا إنهم هم عملوا الطبق من أساسه، وبيحسوا إنه أنتوا أعطيتوهم مجال يدخلوا المطبخ، فهاي بتبقى كتير كتير حلوة لتشجيع الأطفال، وبرضو قضاء وقت سعيد في المطبخ. وهي دائما رسالتنا، وهي دائما الأشياء الحلوة اللي بنشجعكم عليها. الشكل عم بيصير أحلى وأحلى لما حطينا فيه الفراولة. أعزائي المشاهدين، أتمنى إنكم تجربوا هالوصفة الرائعة، وزي ما شفتوا بتقدروا تجهزوها قبل بوقت، وحتلاقوا المقادير والخطوات موجودة على موقع منال أونلاين.